والمطابقة اللباس التقليدي حسب الجهات 5 نقاط، ثم المطابقة التقليدية 6 نقاط، ثم كاين 6 نقاط على التناغم ديال الصربة أثناء الهدة، استفاف لاعب البنادق، دور مقدم في تسيير الصربة والحركة ديال الخيول. ثم كاين 25 نقطة على كل طلقة، كاين 3 طلقات كذلك هذا اليوم. هاد 25 نقطة تكون موزعة على الشكل التالي: أولا انطلاقة الموحدة واستفاف 3 نقاط، لعب البارود والتسابق ديال الحركة أو تناسب الحركات والسباق المنظم والحركات المتتالية مع احترامها 11 نقطة، وأخيرا الطلقة النهائية 11 نقطة. فقط نذكر بالحكام ديال هاد اليوم، فهناك شوقي البشير، سيد عصام التواتي، دكتور أسامة أيت ترابي، السيد عزيز حراشي، ثم الدكتور محمد رضا عبد الصادقي. أقول عزيز حراشي عفوا. إذن هاد هما الحكام ديال هاد اليوم. الصربات حسب القرعة غتكون المجموعة الأولى مكونة من إبراهيم الناصحي، حسن مرادي، بن خدة العربي، ماهر البشير، سريح محمد، الفاتح عزيز، محمد الرفاعي، حزنوي الدحمان، وحلي أحمد. المجموعة الأولى والبداية مع الهدى. المجموعة الأولى كبار طلعتها. في البداية. Tommy! بالنسبة للكبار، بالنسبة للشباب
يليق بمقامكم مشاهدي قناة بلانكا تي في حين للشركة الملكية المغربية لتشجيع الصورات رأي آخر بعد منصفي الفيسبوكيين هو كان مخصص رجال الصحافة والإعلام لكن القنوات المقترنة مقترنة جدا بمعنى أن تغطي هذا الهدف كما كتعرفوا صفحات فيسبوكية كل هذا الحدث دخلتوا الآن الفيسبوك غادي تلقاو الصفحات الفيسبوكية العادية والهاوية أن داخلة المكان المخصص لرجال الصحافة والإعلام وهذا كيضرب عرض الحائط الملكية وحنا كلنا وراء سيدنا الله ينصرو الملك محمد السادس حبيبه الله وشفاه وكتعرفوا الملك ديال البلاد فهو كيحب هاد المورد الثقافي هو ديال التبوريدة التبوريدة بصفة خاصة الملك ديال البلاد كيحب رجال الصحافة والإعلام غادي يدخلوا غير نغطيو الحدث ونوصلوا المعلومة ونقلوا الصورة كما يجب كما يليق المقام ديال المشاهدين والمواطنين ديال مختلف ديال الأقاليم والجهات ديال المملكة المغربية اللي هما ممثلين هنا الصورة اللي كتمثل المناطق ديالهم لكن مع الأسف فالقنوات القنوات الزملاء هنا تلاقيتهم هنا دار السلف التمرقيتين هم البلوج والحضور المكان المخصص لرجال الصحافة والإعلام وصفحات فيسبوك شكرا للسرعة الحسن الوردي وشكرا كذلك للسيد محمد الوردي الكاتب العام لولاية الرباط سنة قريتم رجال الصحافة والإعلام قناة بلانكا تي في مشاهدين الكرام اللي كتعرفوها هي معروفة بتقديم مجموعة درمة جديدة أو سعيد هذا خاصة بالسياسة السيد عمر السيد أفضل القنوات الوطنية كصحفي تجعل هذه القناة المحترمة روسين هذا النور الثقافي هذا الفرصية التقليدية من التبوريدة وإذا دخلنا فغادي نعطيو واحد الصفة ديال سعيد تابعوا كما تعرفوا لكم واسع النظر دائما السيد عمر السقلي مدير عام الشركه الملكيه لتشجيع الفرص والان مع الصربه ديال قدسي يحيى عماله كوريتير بالشفاء العاجل فهو يؤمن بصراحه الانسان هذا المولود الثقافي